السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في اللقاءات السابقة موضوع التربية الخاصة بشكل عام من حيث الأسباب والتعريف والأسباب والخصائص ومجالات التربية الخاصة، ثم تناولنا الإعاقة العقلية، ثم الإعاقة السمعية، ثم الإعاقة البصرية. في لقاء اليوم بإذن الله سنتناول مجال آخر من مجالات التربية الخاصة، وهو مجال صعوبات التعلم. صعوبات التعلم من المجالات اللي كان ليها اهتمام كبير جدا من قبل الباحثين ومن قبل علماء النفس والتربية في الوقت الحاضر، لأنها مجال من المجالات اللي فيه قدر كبير جدا من الغموض من حيث التعريفات والأسباب المؤدية ليه. قبل عام 1960 كان بيطلق على صعوبات التعلم بعض المسميات الأخرى، مثل الخلل الوظيفي البسيط للمخ، الإصابة المخية، الاضطرابات النفسية والعصبية، قصور الإدراك والانتباه، والإعاقة التعليمية. طبعا مفردة زي الإعاقة التعليمية غير محبب استخدامها بالنسبة للفرد بشكل عام وبالنسبة للطفل بشكل خاص، لأن بيكون ليها إيقاع سلبي فظيع جدا بالنسبة للطفل. في الفترة الأخيرة زي ما قلنا كان في العديد من الأبحاث اللي تناولت مجال صعوبات التعلم، كانت بتحاول تسد الفجوات أو الغموض اللي موجود في الظاهرة، وكانت بتحاول توصل لما هي أسباب صعوبات التعلم، ما هي خصائص ذوي صعوبات التعلم، ما هي طرق التشخيص والعلاج الخاصة بهم. ودي المجالات الثلاثة اللي تناولناها في اللقاءات السابقة، من حيث كل إعاقة بنعرف ايه هو تعريف الإعاقة وأسبابها، ثم الخصائص والتشخيص والعلاج. بالنسبة لمفهوم صعوبات التعلم، كان في تنوع كبير في التعريفات اللي تناولت صعوبات التعلم، وكان في توجهات منها الاتجاه الطبي والجانب التربوي إلى آخره من الجوانب اللي هنتناولها بالتفصيل بإذن الله. الاتجاه الطبي كان بيعتمد في المقام الاول على الاسباب العضويه والاسباب الفسيولوجيه لمظاهر العجز في التعلم، اللي كانت بتتمثل في ايه؟ تتمثل في خلل عصبي بسيط، او بتعبر عن الاطفال اللي بيقع معدل ذكائهم ضمن المعدل الطبيعي للذكاء، وبتتراوح نسبة صعوبات التعلم عندهم من صعوبات خفيفة إلى صعوبات حادة. بتنتج الصعوبات دي عن انحرافات بسيطة ناتجة عن شذوذ كيميائي حيوي أو أذى للمخ قبل أو أثناء أو بعد الولادة. الجانب التربوي ركز على وجهة نظر أخرى، فكان بيعتمد على نمو القدرات العقلية بطريقة غير منتظمة، من حيث ان الطفل ذو صعوبات التعلم عنده فجوة كبيرة بين الاداء الحقيقي للطفل والاداء المتوقع ليه. كما ان الطفل ايضا في صعوبات التعلم طبقا للجانب التربوي هو عنده مشكلة في استقبال المعلومات اللي بتقدم ليه، ومن ثم استرجاع هذه المعلومات مرة اخرى. بيعرف الأطفال ذوي صعوبات التعلم بأنهم مجموعة الأطفال الذين لا يستطيعون الاستفادة من خبرات أو أنشطة التعلم المتاحة لهم داخل غرف التعلم أو خارج الغرف، ولا يستطيعوا الوصول إلى مستوى الإتقان، المستوى ده اللي بيوصلهم للقدرات الأصلية ليهم. يستبعد من هؤلاء الأطفال المتخلفون عقليا والمعاقون جسميا والمصابون بأمراض
وعيوب في الحواس زي السمع والبصر، وبتظهر عليهم مجموعة من الأعراض زي ضعف مستوى الإتقان في المهارات المختلفة، الإحساس بالعجز وشعور بالنقص نتيجة لعدم الوصول إلى نفس مستوى اللي بيصل إليه أقرانهم. في تعريف آخر لصعوبات التعلم بأنهم مجموعة من الأطفال أو فئة من الأطفال لا يعانون من إعاقة عقلية أو حسية، سواء كانت سمعية أو بصرية، أو حرمانا ثقافيا أو بيئيا أو اضطرابا انفعاليا. طيب هم ما عندهمش إعاقة، ما عندهمش اضطراب نفسي، ما عندهمش حرمان ثقافي أو بيئي، إيه المشكلة عندهم؟ هم أطفال بيعانوا من اضطراب في العمليات العقلية أو النفسية الأساسية اللي هي بتمثل إيه؟ بتمثل الانتباه والإدراك وعملية التذكر وعملية تكوين المفاهيم وحل المشكلات، وبالتالي بيكون ليها صدى على إنه الطفل ما بيبقاش عنده القدرة على إنه هو يتعلم القراءة والكتابة والحساب سواء في المدرسة الابتدائية أو في المراحل التالية، يعني بيبقى عنده صعوبة في عملية التحصيل الدراسي. طبعا هنا الأولياء الأمور، احنا اتكلمنا في اللقاءات السابقة على انه الطفل ما بيشتكيش، لكن ولي الأمر هو اللي بيلاحظ وهو اللي بيشتكي، تكون دايما الشكوى من خلاله. نقول ان الآباء بيلاحظوا ان أولادهم ما بيصلوش للمستوى اللي بيصل ليه أقرانهم في نفس المرحلة العمرية وفي نفس المستوى التعليمي اللي هم فيه، بالرغم ان هم ما عندهمش مشكلة في القدرات العقلية ولا نسبة الذكاء، فبتكون نسبة ذكائهم في المتوسط أو فوق المتوسط. أيضا بيعرف الأطفال ذوي صعوبات التعلم بأنهم مجموعة الأطفال اللي عندهم مشكلات، إما مشكلات نمائية أو مشكلات أكاديمية. في البعض اللي بيخلط ما بين صعوبات التعلم وبعض المفاهيم الأخرى زي بطيء التعلم. في فرق ما بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم. بطيء التعلم هنا هو شخص نسبة ذكائه من 70 لـ90، ده معنى كده ان هو عنده مشكلة في الناحية العقلية، فوفقا لمقاييس الذكاء الطفل ده بتتراوح نسبة ذكائه من 70 لـ90، ودي الفئة اللي بيطلق عليها فئة البين بين. يعني ايه فئة البين بين؟ اللي هما مش متخلفين عقليا وما هماش في نفس الوقت اطفال عاديين. فالطفل ده بنلاحظ ان الطفل بطيء التعلم هو عنده بطء في استيعاب كل المقررات، كل المواد اللي بيحصلها، وطبعا انخفاض في معامل الذكاء عندهم، وده بيسبب لهم مشكلات في السلوك التكيفي وفي علاقتهم بالآخرين والتعامل مع مواقف الحياة اليومية بشكل عام. بطيء التعلم من المسمى هو فرد بياخد وقت طويل نسبيا بالمقارنة بالآخرين، يعني بياخد فترة زمنية طويلة عشان يفهم أو يستوعب المعلومة المقدمة ليه أو المهمة التعليمية اللي بتقدم ليه بالمقارنة بأقرانه في نفس المهمة أو في نفس المعلومة التعليمية. ده بالنسبة لبطيء التعلم. طيب في برضو يعني حاجة تانية، خلط ما بين صعوبات التعلم ومشكلات التعلم. مشكلات التعلم هي ما بترجعش المشكلات دي
للحياة اليومية اللي بيعاني منها الطفل، لكنها بترجع لإعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو إعاقة حركية عند الطفل، وبالتالي بيعانوا من نتيجة للإعاقة دي، هم بيعانوا من اضطرابات سلوكية بتؤدي لفشلهم في الدراسة، وبيكون عندهم درجة من النفور أو البعد عن المقررات الدراسية اللي بتقدم ليهم. يبقى احنا فرقنا ما بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم وصعوبات التعلم ومشكلات التعلم. في خلط أيضا بيحصل ما بين صعوبات التعلم والمضطربون تعليميا. الاضطراب التعليمي بيرجع لإعاقة في الجهاز العصبي، راجع لتغير في الجينات الوراثية وحالة من الشذوذ في عمليات الكيمياء الحيوية، أو قد تكون إصابة دماغية أو خلل في المخ أثناء الولادة، أو قد يرجع أيضا إلى عيوب في التغذية اللي بيتناولها الطفل. لكن صعوبات التعلم بتدل على عدم القدرة على إنجاز مهمة معينة بالرغم من أن الطفل عنده قدرة عقلية كافية لإنجازها. عرفنا أنه في فرق ما بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم ومشكلات التعلم والمضطربون تعليميا. نقول هنا أن إعاقة صعوبات التعلم أو الأطفال ذوي صعوبات التعلم بتكون عندهم إعاقة نوعية في مقرر أو أكتر من المقررات الدراسية اللي بتقدم ليهم. في أسباب لصعوبات التعلم، في أسباب داخلية وفي أسباب خارجية. بنتناول أولا الأسباب الداخلية، ودي متعلقة بالتركيب البنائي والوظيفي للمخ، وهي بتعني خلل وظيفي في خلايا المخ بيتعرض ليه الطفل قبل أو أثناء أو بعد الولادة. أيضا بيرجع لأسباب وراثية، اللي هو الخلل اللي بيحصل في الجينات، وده بنلاقيه في أجيال متعاقبة في نفس الأسرة. يعني بنلاقي انه في صعوبات التعلم دي عند اسره معينه جيل ورا جيل، ومنتشره بين افراد هذه الاسره. السبب الثالث من الاسباب الداخليه هي الاسباب الحيويه الكيميائيه، لانه جسم الفرد هو بيحتوي على نسب محدده من العناصر الكيميائيه الحيويه اللي بتعمل له نوع من انواع التوازن والحيويه والنشاط. الزيادة في النسب دي أو النقصان بيؤدي إلى خلل في خلايا المخ، بما يعرف بالخلل الوظيفي المخي البسيط. دي بالنسبة للأسباب الداخلية. في أسباب أخرى خارجية، اللي هي المحيط اللي بيعيش فيه الفرد. بنبدأ باستعراض السبب الأول في الأسباب الخارجية، وهو الأسرة. الأسرة دي عبارة عن ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية ممكن تؤدي إلى صعوبات في التعلم واستمرار في هذه الصعوبة عند الفرد. من أسبابها أو من ضمنها هو حجم الأسرة. الأسرة اللي عدد أفرادها كبير هي ممكن تكون مفيدة في جوانب، لكنها بتؤثر على جوانب أخرى. يعني الأسرة اللي عدد أفرادها كبير ممكن أن يكون الفرد بيتمتع بحياة اجتماعية، بيتمتع بمفردات لغوية كتيرة، بيلاقي أشخاص حواليه كتير يكلموه، لكن الاهتمام الأساسي من قبل الوالدين بيقل، لأنه الاهتمام بطفل أو طفلين غير الاهتمام بعدد كبير من الأطفال. وبالتالي حجم الأسرة بيؤثر على نمو الطفل وتحصيله،
الفترة الزمنية اللي بيحصل عليها الطفل من اهتمام الوالدين. بنقول انه الأسرة مش عدد وبس، لكن الأسرة في حياة بيعيش فيها الطفل. ممكن تكون الأسرة دي متكاملة، يعني أب وأم وأطفال، ممكن تكون أسرة مفككة، يعني في حالة من حالات الانفصال أو حالة من حالات يعني التباعد المكاني نتيجة السفر أو غيره من الأسباب. فالأسرة بتكون في حالة من التفكك، فبيكون الطفل ما عندوش قدرة أو ما عندوش درجة من الإحساس بالأمان والطمأنينة، وبالتالي بيؤدي ده لوجود صعوبات تعلم عند الأطفال. احنا بنتكلم على أسرة بشكل عام، لكن في تفاعلات بتتم داخل الأسرة. فالجانب التاني اللي بنتكلم عنه هو أساليب التربية والاتجاهات الوالدية. في البعض الآباء اللي بيعتقد انه العقاب ده هو أنسب وسيلة للتعامل مع الطفل، وان هو اللي هيؤدي الى كف السلوك الخاطئ عند الطفل. طبعا دي مفاهيم خاطئة، لكن بنجد ان البعض بيلجأ ليها، يلجأ للعنف، يلجأ للعقاب البدني. وفي البعض الاخر اللي بيهتم بالحوار مع الطفل، بان هو يقنع الطفل من خلال الحوار، ومن خلال ان هو يستخدم معاه انواع اخرى من العقاب غير العقاب البدني، يعني في يستخدم معاه العقاب المعنوي، وبالتالي بيؤدي لنتيجة افضل مع الطفل. كتير بنقول ان احنا بنحب اولادنا بشكل خاطئ. يعني ايه بنحبهم بشكل خاطئ؟ يعني الاباء بيحكموا على نفسهم اذا كانوا جيدين او لا من خلال كم اللي بيقدموه لاطفالهم، ان هم بيمنعوا اطفالهم من ان هم يعملوا اي شيء خوف عليهم من عملية التجربة في حد ذاتها. فاحنا عايزين نوصل لانه الحماية الزائدة زيها زي العقاب الشديد او القسوة او الصرامة، الاثنين ليهم نفس التأثير السلبي على الطفل. احنا بنجد بعض الامهات مجرد ان احنا نسأل الطفل اسمك ايه، ترد مثلا تقول اسمه احمد، سيبيه يقول اسمه، يعني حتى ما بتكلفش الطفل ان هو يرد على اسمه. تعمل له كل شيء، ما بتحاولش ان هي تخليه يتجاوب مع المجتمع او يمر بخبرات. هي هنا مش بتكره طفلها، هي بتحبه، بتحبه حب زائد، بس الحب اللي يضر. فبالتالي هي بتطلع لنا ايه، او الاسرة اللي فيها تدليل زائد بتطلع لنا طفل شكله ايه؟ طفل سلبي، طفل معتمد على الاخرين، طفل اعتمادي مستني ان الاخرين هما اللي يقدموا له كل شيء او يعملوا له كل حاجة. ما فيش عنده فرصة لان هو يستقل ويجرب خبرات الحياة العادية. وده طبعا عدم الثقة بالنفس وعدم الاستقلال وعدم تجربة خبرات كتيرة، ده بيؤدي لوجود صعوبات تعلم داخل عند الطفل. بالاضافة لانه بتعمل فجوة ما بين الاطفال وتفاوت كبير ما بين كل طفل والآخر داخل الأسرة. اتكلمنا عن الأسرة، الاتجاهات الوالدية. عندنا حاجة مهمة جدا، لابد ان يكون في تكامل زي ما قلنا قبل كده ما بين الروضة وما بين الأسرة، الوالدين اللي بيكونوا على درجة من التواصل مع المعلمة. فالروضة ليها دور كبير جدا في ظهور صعوبات التعلم عند الطفل اذا ما كانتش بتراعي
ان ما يقدم بداخلها بيعتمد على حاجات الطفل. اي نشاط اقدمه للطفل لازم اكون عارفة الطفل ده خصائصه ايه، ايه اللي الطفل محتاجه، وبالتالي بتحرك من خصائص واحتياجات الطفل في كافة الأنشطة المقدمة ليه. هل هي خصائص واحتياجات فقط؟ لا، لازم يكون النشاط اللي بيقدم للطفل يعني ممتع بالنسبة لي، شيق بالنسبة للطفل، هو حابب النشاط اللي هو بيقدمه. في الحالة دي أنا هوصل بالطفل لأقصى درجة ممكنة من النمو. بنقول ان الروضة مهمة جدا في تكوين ميول واتجاهات الطفل بشكل عام. دائما بنقول لمعلمة الروضة انت اول وسيط تربوي بيتعامل مع ما هو الطفل. اذا الطفل حب المعلمة وحب الانشطة، طبعا ده بيكون الحب ده من خلال الانشطة المحببة اللي بتقدمها له، لو حبها فهو بيكون اتجاه ايجابي ناحية العملية التعليمية. لو لا قدر الله ما حبهاش فبيكون اتجاه سلبي ناحية العملية التعليمية بشكل عام. احنا بنتكلم على مناهج بتقدم داخل الروضة، بمناهج محببة بتقوم على احتياجات وخصائص الطفل، لكن معاها ايضا علاقة المعلمة بالطفل. لو العلاقة دي كانت بتتسم بالود والألفة فبالتالي ما بيحصلش صعوبات تعلم عند الأطفال. لكن لو المعلمة بتستخدم أساليب منفرة، هي بتستخدم أساليب فيها درجة عالية من القسوة، فبالتالي بتأثر على ان الطفل بينفر من العملية التعليمية بشكل عام، وبالتالي بتؤدي الى ظهور صعوبات التعلم. هل هي علاقة ود وألفة فقط؟ لا، ده في اساليب بيتم استخدامها داخل قاعة النشاط اللي هي بتثير الطفل ناحية النشاط، بتعمل على استثارة الاطفال للانشطة المختلفة اللي بتقدم، استثارة دافعية الاطفال لعملية التعلم الذاتي، واستثارة الاطفال لعملية التعلم بشكل عام. طبعا الاساليب دي لما بتستخدمها المعلمة بتنهي تماما على صعوبات التعلم. لما بنيجي نتكلم على تصنيف صعوبات التعلم، عندنا نوعين من صعوبات التعلم. عندي صعوبات تعلم نمائية وعندي صعوبات تعلم أكاديمية. صعوبات التعلم النمائية هي اللي بنجدها بشكل واضح مع طفل ما قبل المدرسة. هي بتتعلق بإيه الصعوبات التعلم النمائية؟ بتتعلق بالوظائف الدماغية والعمليات العقلية المعرفية اللي بيحتاجها الطفل. إيه هي العمليات العقلية دي؟ اللي هي الإدراك الحسي، السمعي والبصري، والانتباه، واللغة، والتفكير. الاضطرابات دي بتحدث نتيجة إيه؟ او الصعوبات دي بترجع لاضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي المركزي. وفي عندنا تقسيمات لصعوبات التعلم النمائية، تقسيمات فرعية. واحد، صعوبات في النمو اللغة، والصعوبات دي بتظهر في صعوبة في الاستقبال السمعي، وصعوبة في التفكير، وصعوبة في التنظيم السمعي، وصعوبة في التعبير اللفظي. ده في أول حاجة متعلقة بنمو اللغة. عندنا أيضا صعوبات معرفية زي صعوبة في الانتباه، وصعوبة في الإدراك، وصعوبة في الذاكرة، وصعوبة في حل المشكلات، وصعوبة في تكوين المفاهيم. لغة، عمليات معرفية. عندنا أيضا صعوبات بصرية حركية.
اللي هي صعوبات في التناسق الحركي للعضلات الدقيقة عند الطفل، وصعوبات أيضا في المهارات الحركية الكبرى. تم تقسيم صعوبات التعلم النمائية إلى تقسيم آخر، وهو صعوبات تعلم أولية وصعوبات تعلم ثانوية. صعوبات التعلم الأولية وهي الانتباه والإدراك والذاكرة. صعوبات التعلم الثانوية تتعلق بالتفكير والفهم واللغة الشفوية وتكوين المفاهيم وحل المشكلات. كده التقسيم المتعلق بصعوبات التعلم النمائية. عندنا النوع الثاني من التقسيمات وهو صعوبات التعلم الأكاديمية. بتشمل ايه صعوبات التعلم الأكاديمية؟ هي طبعا صعوبات التعلم الأكاديمية هي مترتبة على الصعوبات النمائية. يعني الطفل اللي عنده مشكلة في الانتباه والتذكر وتكوين المفاهيم وحل المشكلات، بالتالي هتكون عنده صعوبات أكاديمية اللي هي متعلقة بعملية التحصيل الدراسي. يعني بيكون عنده صعوبة في القراءة والكتابة والهجاء وإجراء العمليات الحسابية. نوعين من أنواع صعوبات التعلم. بنجد النوع الأول اللي هو صعوبات التعلم النمائية، بيظهر بشكل واضح في مرحلة ما قبل المدرسة، وبيترتب عليه الصعوبات الأكاديمية اللي هي متعلقة بالتحصيل الدراسي في المراحل التعليمية التالية. تعريفات صعوبات التعلم، تقسيمتها نيجي للحاجة الأساسية التانية وهي خصائص الأطفال ذوي صعوبات التعلم. في طبعا مجموعة من الخصائص اللي بتميز الأطفال ذوي صعوبات التعلم، واللي بنجد إنها بتتضمن سلوكيات متكررة خاطئة في العديد من المواقف التعليمية. أول حاجة عندنا هي الاندفاعية والتهور. بنجد ان في بعض الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم بيتسموا بالتسرع في اجاباتهم وفي ردود افعالهم وسلوكهم بشكل عام. يعني نلاقي الطفل رافع ايديه وعايز يجاوب، فبيجاوب اي حاجة، هو مش عارف الاجابة، ما فكرش في السؤال اللي طرحه المعلم، وبالتالي هو بيرتجل اجابة سريعة وخلاص، وبالتالي بيقع في الخطأ. ده الاندفاعية والتهور. في عند الأطفال ذوي صعوبات التعلم عندهم صعوبة في التعبير اللفظي أو الشفوي. بنجد إن الأطفال بيستخدموا جمل غير مفهومة وغير منضبطة في الناحية النحوية للجملة، تركيب الجملة بشكل خاطئ. مفيش قواعد بتحكم لغة الطفل، وبالتالي هو ما بيقدرش يختار المفردات او الكلمات الخاصة بالموقف اللي هو موجود فيه، وبيكرر زي ما قلنا قبل كده انها سلوكيات متكررة، فهو بيستخدم كلمات متكررة، واحيانا بتكون الجمل بتاعته مقطعة وليس لها معنى. الطفل ذوي صعوبات التعلم اللي عنده صعوبة في الإدراك، عنده صعوبة في الانتباه، عنده صعوبة في الذاكرة، هو الصعوبات دي بتأدي لأن هو يكون عنده صعوبة في فهم التعليمات اللي بتقدم ليه. الأطفال بيجدوا أن التعليمات اللي بيقولها المعلم أو المعلمة ليهم بتسبب لهم مشاكل، وما بيقدروش ان هم ينتبهوا ليها، وبالتالي بنلاقي عندهم سؤال متكرر ان هو عايز المعلم يعيد له مرة تانية المهمة اللي طلبها منه. اندفاعية وتهور، صعوبة في التعبير اللفظي، صعوبة في فهم التعليمات،
بعض الاطفال من ذوي صعوبات التعلم نتيجة لان هم مش قادرين ان هم يركزوا مع العملية التعليمية اللي بتقدم ليهم، فبيكون عنده صعوبة في بيكون عنده نشاط زائد، ويمكن تشتت الانتباه وفرط الحركة من الاشياء المصاحبة للاطفال ذوي صعوبات التعلم. لما باجي احكم على سلوك انه ده مثلا سلوك مفرط، او بشكل عام بحكم على سلوك ان الطفل بيتميز بسلوك معين، لازم يكون السلوك ده فيه شدة وفيه تكرار، يعني مش مجرد ان سلوك حصل مرة واحدة ان انا اعمم السلوك على الطفل. لكن بنقول انه اذا اتكرر السلوك اكتر من 3 مرات لدى الطفل بالمقارنة بطفل اخر، فبنقول هنا انه الطفل بيعاني من مشكلة. وبالتالي الطفل اللي عنده تشتت في الانتباه هو يعني عنده بالتبعية نشاط مفرط، لانه الطفل بيعاني من صعوبة في الادراك، صعوبة في الانتباه، صعوبة في الذاكرة، هو غير متعاون مع العملية التعليمية اللي هو موجود فيها، وبالتالي بيبدأ نلاقي الطفل بيتحرك كتير، بيدور على اي حاجة يشغل نفسه بيها. نشاط مفرط وفي المقابل او يعني مش يعني في الناحية العكسية انه الطفل عنده حالة من حالات الخمول، ضعف في النشاط وضعف في الحركة بشكل عام. احنا قلنا الاكتر عند الطفل اللي عنده صعوبات تعلم ان هو عنده نشاط زائد، لكن في البعض القليل يعني دي حاجة مش شائعة عند الطفل ان هو بيعاني من ضعف في النشاط وضعف في الحركة بشكل عام، لكن امكن ملاحظة ضعف النشاط والحركة عند الاطفال ذوي صعوبات التعلم. الطفل اللي غير المتجاوب مع العملية التعليمية نتيجة لضعف الانتباه والذاكرة والادراك اللي هي العمليات العقلية، ده بيؤدي لان الطفل بيكون عنده قصور في الدافعية بشكل عام، لان هو ما عندوش القدرة على التعلم، وبالتالي هو ما عندوش الطموح لانه هو يكون افضل. يعني الطفل ذوي صعوبات التعلم بنجد عنده قصور في عمليات التآزر والتناسق الحركي، ما بيكونش عنده قدرة على الضبط الحركي، ما بيكونش قادر على ان هو يمسك شيء او ان هو يرميه، ما يقدرش ان هو بيتتبع الاشكال والكلمات المنطوق. يعني لو حد بيقرا، يعني هو لو ماسك قدامه ورقه مش هيقدر ان هو يتابع حد بيقرا الكلمات اللي موجوده في الصفحه اللي موجوده قدامه. بنجد ايضا ان الطفل ده عنده صعوبه نقل الانتباه، يعني هو مركز في حاجه معينه، مش بسهولة ان هو ينقل تركيزه لشيء اخر، وهو حتى نفس التركيز الانتباه عنده ضعيف، يعني هو ما بيقدرش يركز في حدث ما فترة زمنية طويلة. يعني في مدى للانتباه عند الطفل العادي، المدى ده بيقل كثيرا عند الطفل ذوي صعوبات التعلم، كما ان الانتقال من الانتباه لشيء من شيء الى شيء اخر بيجد في الطفل ذوي صعوبات التعلم مشكلة. الطفل ذوي صعوبات التعلم ما عندوش دافعية، وبالتالي نقص الدافعية بيؤدي الى قلة التركيز عند الطفل، وبيؤدي الى النشاط المفرط.
وبالتالي الطفل اللي بيعاني من صعوبات التعلم ما بيقدرش ان هو يستمر في اداء عمل معين لمدة زمنية مناسبة لأقرانه. الاضطرابات في الإدراك، بنقول الاضطرابات دي ممكن تكون اضطرابات سمعية، اضطرابات حركية، اضطرابات بصرية، اضطرابات جسمية. والاضطرابات دي بتؤدي لأن الطفل بيكون غير قادر على ان هو يكتب الحروف بطريقة صحيحة، يخلط بين الشكل السداسي والشكل الخماسي، يعكس الحروف. لو قدامه مثلا كلمة زي كلمة أمل، هيكتب لام ميم ألف، مش هيكتب ألف ميم لام، بيعكس الحروف. أو ينقل مش بس من اليمين للشمال، حتى في ترتيب الكلمات نفسها ما بيقدرش ان هو يعمل عملية التمييز السمعي. الاصوات ما بيقدرش يميز منها بينها، زي مثلا لو هو بيسمع صوت الباب وصوت التليفون ما بيقدرش يميز ما بين الصوتين. وبالتالي ده بيؤدي لخلل في عملية الحواس بشكل عام. الطفل اللي عنده كل الأعراض دي هو بالتبعية بيعاني من اضطراب في الذاكرة. الذاكرة دي سواء كانت ذاكرة سمعية أو كانت ذاكرة بصرية، لأن عملية الذاكرة دي عملية غاية في التعقيد، وصعب، بنجد فيها صعوبة في الفهم، ونجد فيه نظريات كتيرة حاولت ان هي تفسر عملية الذاكرة دي. وبنقول بالتبعية ان الطفل اللي بيعاني من صعوبات تعلم هو بيحتاج لفترة زمنية طويلة ولاستعادة المعلومات اكتر من مرة عشان تثبت في الذاكرة عندهم. بنلاقي ان الطفل ده ما بيقدرش ان هو يتذكر معلومات كافية عن اسرته، معلومات كافية عن المادة، عن المعلومة اللي وصلت له، حتى لو كانت بتوصل بانشطة يعني ملائمة ليه. الطفل اللي عنده صعوبات تعلم، قلنا ان صعوبات التعلم دي هي صعوبة نوعية، يعني ممكن الطفل يبقى عنده مشكلة في مادة او اتنين من المواد، لكن هو بيكون كويس في المواد الاخرى. فبالتالي بنجد ان الطفل ده بيكون عنده تناقض بين التحصيل والذكاء، يعني هو عنده نسبة ذكاء في المتوسط او فوق المتوسط، لكن تحصيله ضعيف. والتحصيل ده ما بيكونش بشكل عام على كل المواد زي ما قلنا، لكن بيكون في مادة او اتنين هي دي اللي بيعاني منها الطفل من مشكلة. من خصائص الاطفال ايضا ذوي صعوبات التعلم اللي هي القابلية للتشتت. ان الطفل بيعاني من صعوبة في الانتباه، وبالتالي هو اكتر سهولة في انه يعني ايه يتحرك بين مسيرات متعددة، ما يقدرش ان هو يركز مع حاجة واحدة. وايضا بتكون فترة انتباهه او تركيزه بتكون لفترة زمنية محدودة جدا. طيب احنا عرفنا الطفل ذوي صعوبات التعلم، وقدرنا ان احنا نقول انه في تصنيفات ليها، سواء كانت صعوبات تعلم اكاديمية او صعوبات تعلم نمائية. عرفنا خصائص الاطفال ذوي صعوبات التعلم، وبالتالي انا بناء على الخصائص اللي موجودة عندي دي ببدأ ان انا اعد برنامج لهؤلاء الاطفال قائم على هذه الخصائص. لما يجي اعمل برنامج
الاطفال ذوي صعوبات التعلم، فبجد ان انا براعي الطفل ذوي صعوبات التعلم من ناحية انه ثلاث حاجات. في مراكز للتعامل مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم، اللي هي مراكز التربية الخاصة بشكل عام، واللي بنجد فيها جزء للاطفال ذوي صعوبات التعلم. بنجد داخل المؤسسة التعليمية هي فصول خاصة بالأطفال ذوي صعوبات التعلم. تالت حاجة اللي هي عملية الدمج، انه الطفل ذوي صعوبات التعلم يدمج مع الطفل العادي، لكن هنتكلم عنها بالتفصيل ان هو مهم ان الدمج ده بيكون دمج جزئي مش دمج كامل، عشان الطفل ياخد حقه في البرامج المخصصة اللي بتقدم ليه. الطفل زي ما بنقول مفيش طفل زي التاني، وبالتالي انا وانا بتعامل مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم فانا بقدم لهم برامج فردية، كل برنامج بيتناسب مع حالة الطفل اللي بيقدم ليه البرنامج. هو عنده صعوبة في ايه، مقدار الصعوبة في ايه، وبالتالي لازم يكون البرنامج ده برنامج فردي مرتبط بكل حالة على حدة. بنقول ايضا بالنسبة لعملية الدمج، مهم ان الدمج ده يكون دمج جزئي مش دمج كلي. الدمج الجزئي بيسمح للطفل او بينمي عند الطفل درجة من درجات الثقة بالنفس، ان هو قادر على التفاعل مع الاخرين، قادر على مشاركتهم، بيخلص الطفل من حالة الخجل اللي بتعتريه. فبنقول ان في بعض الانشطة اللي يتم فيها عملية الدمج الجزئي بين الاطفال العاديين والاطفال ذوي صعوبات التعلم. بنقول في مجموعة من المبادئ العامة اللي بتحكم التعلم مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم على القائم على هؤلاء الأطفال ان هو يراعيها. أولها انه احنا بنراعي الخصائص النمائية لكل طفل على حدة، وما يقدم للأطفال لابد ان يكون بناء على اهداف محددة وضعها المعلم، عشان يقدر وضوح الهدف هو اللي بيخلي الشخص بيسعى لتحقيقه، ما يتشتتش ما بين تفاصيل كتيرة، وبالتالي يحقق لنا اكبر نسبة نجاح مع الطفل. ان تكون الانشطة اللي بتقدم للطفل مناسبة ليه، مناسبة لي ومرتبطة باحتياجاته اليومية، عشان ان الطفل لما يتقدم له نشاط مرتبط بحياته اليومية بيكون اسهل في استيعابه، بيؤدي لنتائج افضل. الخبرات اللي بقدمها للطفل لابد انها تكون خبرات متكاملة، ما يكونش فيها درجة من درجات التشتت بالنسبة للطفل، ويكون طبعا فيها السمة العامة لأي برامج بتقدم للأطفال انها بتكون تتسم بالشمول وتتسم بالمرونة، ان انا اقدر اغير من حال لحال طبقا للحالة اللي عليها الطفل، اغير من نشاط لنشاط طبقا لحالة الطفل. طبعا ان البرامج اللي بتقدم للاطفال لابد انها تكون قائمة على مبدأ الفروق الفردية، زي ما قلنا قبل كده ان كل طفل هو حالة متفردة بذاتها. حاجة مهمة جدا واحنا بنتعامل مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم، ان انا ببدأ معاهم زي ما بابدأ بتعليم اي مفهوم، لازم ابدأ من الحاجة المحسوسة
انتقالا للحاجة المجردة. وده طبعا النظريات النمو العقلي والمعرفي اللي اكدت عليها انه لما نبدأ مع الاطفال بالعمليات الحسية الحركية، ثم بنجد انه بيجي بعدها عمليات تكوين الرمز الى اخره من التطور مع الطفل. فنبدأ اولا بالاشياء المحسوسة، الخبرة المباشرة بالنسبة للطفل. وانا بقدم للطفل الانشطة اللي هي قايمة على احتياجاته، قايمة على خصائصه، بتراعي فروق فردية، بتراعي من المحسوس للمجرد، بتراعي استراتيجيات متعددة. لابد ان انا مع كل ده ان انا بستخدم التعزيز المناسب للطفل، بعرف ايه الحاجة المحببة للطفل واستخدمها كنوع من انواع التعزيز، سواء كان تعزيز معنوي او تعزيز مادي. ايضا براعي استعداد الطفل لعملية التعليم بشكل عام. عارفين انه مفيش، ان انا مقدرش اعلم الطفل حاجة هو موصلش لدرجة النضج الكافية لتعلمها، فلابد ان انا اراعي عامل النضج مع الطفل. وايضا استخدم معاهم اساليب التقويم المناسبة. في مجموعة من القواعد المهمة لمساعدة الاطفال ذوي صعوبات التعلم. القواعد المهمة دي اللي هي ايه؟ بنبدأها بالمحيط التعليمي اللي هو العالم اللي بيعيش فيه الطفل وبيمارس فيه حياته وتجاربه، ان هو لابد ان يكون مليء بالمثيرات، بس المثيرات المرتبة بشكل معين، عشان ما تكونش مثيرات كتيرة تعمل نوع من تشتيت الانتباه اكتر بالنسبة للطفل. نموذج السلوك، نموذج السلوك ده احنا بننادي بيه منذ نشأة الطفل. يعني دايما نقول ان الاطفال بيعملوا اللي احنا بنعمله مش اللي احنا بنقوله. انا عايزة الطفل يشوف قدامي نموذج ايجابي عشان يقوم بتقليد هذا النموذج. وايضا مش النشاط او السلوك ده بيمر قدام الطفل مرة واحدة، لكن لابد من انه يكرر مع الطفل العديد من المرات. الطفل لما يقدم نشاط ايجابي او يوصل لدرجة معينة من الاداء، لابد ان هو يجد التحفيز المناسب. والتحفيز المناسب او التعزيز المناسب اللي بنقدمه للطفل لابد ان هو زي ما قلنا قبل كده ان يكون مرتبط بالسلوك ويلي السلوك مباشرة، عشان يعرف الطفل هو بيتعزز على ايه، ايه النشاط اللي عمله او ايه السلوك اللي عمله عشان يحصل على التعزيز. بالاضافة طبعا لان يكون الطفل متواجد في جو من الامن والطمأنينة، وده شعور الطفل بالامان هيؤدي لان الطفل يمارس الانشطة بشكل ايجابي، وبالتالي هيصل لدرجة من الثقة بالنفس ويؤدي الى استمراره في عملية التعلم. ايضا في التفاعلات والتعليمات والمعلومات اللي بتقدم للطفل لابد انها تكون قايمة على قاعدتين مهمين. اولا الانتقال من المعلوم الى المجهول، يعني ابدأ بالاشياء اللي هي في بيئة الطفل، الاشياء اللي بيعرفها الطفل، اعرف الارضية اللي عند الطفل، ارضية معلوماته ايه، عشان هي دي اللي انا استند عليها في تقديم الانشطة، وبالتالي
لما ابدا من خلال المعلومه اللي هو بيعرفها ابدا انتقل للمعلومات التاليه، او زي ما بنقول كده من المعلوم الى المجهول. ان انا بحدد للطفل حاجه معينه يقوم بيها، يعني معرفه ما هو مطلوب من الطفل اداؤه بالتحديد. البرنامج اللي بيقدم للطفل او للاطفال ذوي صعوبات التعلم ما بيختلفش في طبيعته عن البرامج اللي بتقدم للاطفال العاديين، لكنه هو بيركز على نوع الصعوبة اللي بيعاني منها الطفل، وبتركز عليها وتكون كل الاهداف والانشطة والممارسات داخل البرنامج قائمة على القضاء على هذه الصعوبة عند الطفل. بنهتم ايضا بمحتوى البرنامج. البرنامج اللي بيقدم للطفل لابد ان هو يتسم بالتشويق والجاذبية عشان يكون في زيادة للدافعية لدى الطفل للتعلم، وبالتالي يستطيع ان يحقق الاهداف المراد تحقيقها. تكلمنا عن طبيعة البرنامج ومحتوى البرنامج وانشطة البرنامج، نتكلم ايضا عن بنتكلم عن انشطة البرنامج. انا لما ابدأ مع الطفل، زي ما قلنا قبل كده ان الطفل ذوي صعوبات التعلم هو ما بيكونش عنده صعوبة في كل شيء، لكنه صعوبة نوعية في حاجة معينة، فبالتالي ابدأ بجوانب القوة اللي موجودة عند الطفل ده عشان تكون هي دي اساس للتعلم في الجوانب الاخرى اللي فيها قصور. زي ما نقول الطفل عنده جوانب ضعف في مجال وعنده جوانب قوة في مجال اخر، وبالتالي انا ما عممش على الطفل ولا اقول ان لا اقول للطفل انت يعني انت عندك مشكلة وانت عندك صعوبة وانت صعبة عملية التعليم صعبة بالنسبة لك. لا، هو عنده صعوبة في حاجة معينة، هي دي اللي انا اركز عليها، اعرف ايه هي مواطن القوة واعمل مجموعة من الانشطة تعمل تدعيم لجوانب القوة دي عند الطفل، وبالتالي ان انا ابدأ بعد كده اركز على جوانب الكسور اللي بيعاني منها الطفل. كل ده بهتم بيه في اطار من العلاقات الاجتماعية اللي بيعيش فيها الطفل. تفاعل الطفل مع الاقران بيخلص الطفل من عدم الثقة بنفسه، وبيعمل تأكيد ذات عند الطفل، وبالتالي بيدي لنتائج افضل في البرنامج. طيب، اساليب والاستراتيجيات اللي بتستخدم في برامج الاطفال ذوي صعوبات التعلم، بنلاقي ان هناك العديد من الاستراتيجيات المتعددة اللي بنستخدمها مع الاطفال، هي اللي بتؤدي للنجاح في الانشطة دي، وفي البعض الاخر اللي بيؤدي الى قصور عند الطفل. بنركز على اشباع الحاجات الفردية عند الاطفال، بنركز على عملية تحليل المهام بالنسبة للطفل، بنركز ايضا على نوع الصعوبة اللي بيعاني منها الطفل. من الاستراتيجيات دي طبعا كل معلم بيكون على دراية بنوع الاستراتيجية الملائمة للحالة الفردية اللي موجودة معي. من هذه الاستراتيجيات استراتيجية التدريب القائم على تحليل المهمات التعليمية. يعني ايه تحليل المهمات؟ يعني انا عندي المهمة اللي بطلبها من الطفل، ابدأ ان انا اجزأها وثم
ابدأ اديها جزء وجزء مع الطفل يتمكن من كل جزء تدريجيا، ننتقل للجزء التالي ثم التالي وهكذا. وبالتالي هي محتاجة مننا ان احنا نفهم الخطوات الجزئية المتعلقة بكل مهارة او كل خبرة مطلوب من الطفل ان هو يتعلمها. طبعا ده بيكون من خلال الملاحظة الدقيقة للطفل. بنقصد بتحليل المهام التدريب المباشر على مهارات محددة وضرورية، لكن تكون مهام مبسطة وزي ما قلنا بطريقة مسلسلة مع الطفل. تحليل المهمة بتوضح للمعلم ايه الحاجات اللي يقدر الطفل ان هو يقوم بيها وايه الحاجات الاخرى اللي الطفل ما يقدرش ان هو يقوم بيها بنجاح، وبالتالي بتخلينا نقدر نحدد اكتر الاهداف القابلة للتحقيق ونحدد برنامج علاجي بالنسبة للطفل. قلنا تحليل المهمات التعليمية، عندنا استراتيجية التدريب القائمة على العمليات النفسية. ايه العمليات النفسية؟ انه المعالج او اللي بيتعامل مع الطفل ذوي صعوبات التعلم بيصمم خطة للتدريب الهدف منها رفع كفاءة العمليات اللي بيعاني الطفل فيها من قصور او اضطراب. فاذا كان الطفل ده مثلا بيعاني من مشكلة في التمييز السمعي، يبقى يتعرف على الاصوات المتقاربة احنا في البداية، فيقدر مثلا يفرق ما بين صوت العصفور وصوت الكتكوت، ويبدأ ياخد العديد من الانشطة اللي بترتبط بعملية التمييز السمعي، وبتؤدي في النهاية الى تحسين في عملية الادراك السمعي بالنسبة للطفل. طيب عندي الاستراتيجية اخرى، وهي استراتيجية التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النفسية. احنا اتكلمنا عن العمليات النفسية لوحدها وتحليل المهمة لوحدها، هنا بتجمع ما بين الاثنين اللي هي تحليل المهارة والعمليات النفسية. فبدل مثلا ما احنا بندرب الطفل على التمييز البصري، لا، في صورة رموز بصرية ملهاش معنى، ممكن ان احنا نعمله عملية تمييز بصري باستخدام الحروف والكلمات، وبالتالي بتؤدي لمعالجة الخلل الوظيفي للعملية مع المهارة اللي احنا محتاجين الطفل ان هو يتعلمها. في مجموعة اخرى من الفنيات اللي بيستخدمها القائم على تحسين الصعوبة عند الأطفال ذوي صعوبات التعلم. دي الفنيات هي دي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الطرق والأساليب الملائمة لتنفيذ البرنامج. الفنيات دي لابد انها تكون ملائمة للعمر الزمني للأطفال ذوي صعوبات التعلم، كما أنها أيضا لابد أن تكون ملائمة للهدف المراد تحقيقه مع الأطفال. وبيتوقف نجاح البرنامج على الكفاءة في استخدام تلك الفنيات، وإحنا ممكن نلاقي أنه في إحدى الفنيات مناسبة مع الطفل فنركز عليها، لكن لا، أنا عايزة أستخدم العديد من الفنيات مع الطفل عشان حصلش عنده درجة من الملل، واراعي ان انا انتقل من فنية الى فنية اخرى طبقا للمحتوى البرنامج اللي انا بقدمه للاطفال ذوي صعوبات التعلم. من الفنيات دي التعزيز. التعزيز ده هو اللي بيؤدي لقوة الاستجابة او ضعف الاستجابة. انا لما بعزز شيء بشكل ايجابي فده بيؤدي الى
تكرار الطفل للنشاط اللي أدى لحصوله على عملية التعزيز، وبالتالي بيكون عندي احتمالية كبيرة لتكرار السلوك الإيجابي. قلنا أكتر من مرة إنه إحنا لما بنستخدم أسلوب التعزيز مع الطفل إنه التعزيز لابد أن يلي الاستجابة مباشرة. طفل عنده ضعف في الانتباه، هيفتكر هو لو أنا بعززه بعد فترة على سلوك عمله هو هيفتكر هو كان عامل إيه، لكن لما يكون التعزيز حتى مع الطفل العادي لابد إنه يكون التعزيز بيلي الاستجابة مباشرة عشان يؤدي إلى تقوية السلوك عند الطفل. أيضا أنه مش بس أن التعزيز يكون بعد السلوك مباشرة، لكنه يكون التعزيز ده مناسب للسلوك اللي قام به الطفل، سواء كان التعزيز ده سلبي أو تعزيز إيجابي، لكنه لابد أنه يتناسب مع السلوك اللي بيقوم به الطفل. من أنواع التعزيز حضور المثير أو غيابه، ففي نوعين من أنواع التعزيز اللي هو التعزيز الموجب والتعزيز السالب. وزي ما قلنا التعزيز الموجب بيؤدي إلى احتمالية تكرار السلوك، أما التعزيز السالب فبيؤدي إلى كف للسلوك اللي بيقوم به الطفل. الحاجة التانية اختزال الحاجة المباشرة، بيقسم التعزيز هنا للتعزيز أولي وتعزيز ثانوي. التعزيز الأولي اللي هي الحاجات المباشرة، الطفل جعان بقى الطفل بياكل، لكن الطفل بيهرب من عملية مثلا الصدمة الكهربائية عشان بيتجنب الألم. أما التعزيز الثانوي ده بيكون اختزال للحاجة المباشرة، مثل أن الطفل بيشم رائحة الطعام، مش بس أن الطعام يكون موجود قدامه، فهنا بنقول اختزال الحاجة المباشرة عند الطفل. الحاجة الثالثة بالنسبة للتعزيز ان هو الطريقة اللي بيقدم بيها التعزيز بالنسبة للطفل، هل هو بيقدم بطريقة مستمرة او بيقدم بطريقة متقطعة. يعني مش كل مرة الطفل يعمل السلوك انا بكافئه عليه، ده التعزيز المتقطع، او ان هو كل ما يؤدي سلوك معين محتاج عليه تعزيز فانا بأدي تعزيز مباشرة ورا كل سلوك. سواء احنا استخدمنا المعززات السالبة او الموجبة والتعزيز المعنوي والتعزيز المادي، فلابد ان يكون المعلم بينوع في استخدام المعززات كلها وفقا للموقف ووفقا لكل طفل هو بيحب ايه، عشان الطفل يعني زي عشان المعلم يلعب على الوتر ده، يقدم للطفل الحاجة المحببة ليه. اتكلمنا عن التعزيز، نتكلم عن النمذجة، النموذج اللي انا بقدمه للطفل. طبعا هنا عملية الفنية دي قايمة على نظرية باندورا للتعلم الاجتماعي، وهي اللي بتؤدي الى زيادة السلوك المرغوب فيه اذا كان النموذج اللي قدام الطفل بيعمل سلوك مرغوب. اما اذا كان النموذج اللي قدام الطفل والطفل بيقلده نموذج سلبي فطبعا هيؤدي لزيادة السلوك غير المرغوب فيه. طبعا هنا مهم جدا النموذج الإيجابي اللي بيتعرض ليه الطفل.
بنقول هنا انه الفرد اللي بيقوم بسلوك ايجابي معين امام الفرد او امام الطفل، فده بيؤدي الى تعليم الطفل هذا السلوك. في مجموعة من الشروط اللي بتساعد على اكتساب الطفل للسلوكيات الايجابية، ايه هي؟ ان يكون النموذج اللي قدام الطفل ده من نفس السن وجنس المتعلم، ويكون النموذج ده بيقدم للطفل بطريق مباشر وايضا بطريق غير مباشر. في حاجة مهمة جدا بالاضافة للتعزيز وبالاضافة للنمذجة، وهي الانشطة المنزلية. كل ما كان فيه ترابط ما بين الأسرة والمؤسسة التعليمية كل ما أدت ذلك إلى نتيجة أفضل. ما يبقاش جهة منهم ماشية في اتجاه والجهة الأخرى إما مهملة أو ماشية في اتجاه آخر. فبنتكلم عن الأنشطة المنزلية، هي الأنشطة اللي بيكلف بها الطفل واللي بيتم مناقشتها في المرات التالية للبرنامج. النشاط المنزلي ده بتتغير اهدافه وطبقا للموضوع اللي بياخده الطفل مع البرنامج. وطبعا الانشطة المنزلية دي زيها زي الانشطة اللي بيقوم بيها الطفل اثناء اليوم داخل البرنامج اللي بيقدم ليه من قبل المتخصص، ان هو بيخضع ايضا للمكافأة وبيتم فيه استخدام فنيات التعزيز. اذا الطفل في الانشطة المنزلية ما امشي بيها بالدرجة الكافية، فبيعيد التدريب عليها مرة اخرى في جلسات البرنامج. في بعض العوامل بيتم مراعاتها في فنية الواجبات المنزلية او الانشطة المنزلية. اول حاجة انها تكون بسيطة، ليه؟ لانه الطفل هيقوم بيها، الوالدين اللي هيقوموا بيها مع الطفل ما تكونش نوع من زي ما نقول كده الحمل على اولياء الامور او على الطفل، وبالتالي ما يقدرش ان هو يقوم بيها على الوجه الامثل. فبنقول هنا انه الانشطة المنزلية لابد انها تكون بسيطة ومتصلة بالمهارات اللي مراد الطفل يكتسبها. لابد ان يكون فيها تحليل المهام، ازاي ان الطفل بيجري الانشطة دي او المهمة دي، وان هو فاهم كويس قوي ايه الحاجة اللي مطلوبة منه. ما اديلوش نشاط منزلي وما اهتمش بتوابع النشاط لما الطفل يجيلي، لابد من مناقشة الطفل في النشاط المنزلي اللي اخده. ممكن انها ايضا تركز على درجة من درجات التعلم الزائد بالنسبة للطفل، فممكن تتضمن مهارة جديدة يتعلمها الطفل، وده بتعمل نوع من جذب الانتباه للطفل للأنشطة المنزلية. يعني ما تكونش تكرار للأنشطة اللي بياخدها في البرنامج مع القائم على البرنامج، لكنه هي بتهيئه للأنشطة الجديدة اللي هيتم تدريبه عليه. مهم زي ما قلنا انه التنبيه على الام او من قائم بدورها مع الطفل على اداء الانشطة المنزلية ومتابعة الطفل وتقديم المعززات المناسبة ليه. هنتكلم بعد الانشطة المنزلية، هنتكلم على الحوار والمناقشة. يمكن الحوار والمناقشة بيركزوا عليها مع الأطفال الأكبر، لكنها أيضا مهمة بالنسبة للطفل،
لأنها بتعمل على توجيه سلوك الطفل أو توجيه النشاط اللي بيقوم بيه الطفل، ومن خلال الحوار بالمناقشة بقدر أتعرف على إيه هي رغبات الطفل، إيه هي الأسباب اللي أدت لفشل الطفل في أداء مهمة معينة. فبالتالي أنا بستخدم الحوار والمناقشة لإقامة علاقة ودية بيني وبين الطفل، معرفة يعني حاجات كتيرة من خلال الحوار مع الطفل ممكن ما أقدرش أحصل عليها من خلال مجرد الملاحظة. أجي أتكلم على حاجة أخرى مع الطفل، وهي التغذية الراجعة. يعني إيه التغذية الراجعة؟ يعني إن أنا أقول للطفل أنت قدرت تستوعب المهمة دي أو قدرت تستوعب النشاط ده، يعني بعرفه نتيجة الفعل اللي هو قام بيه، عرف نتيجته. وبالتالي مع المعرفة دي بتؤدي إلى زيادة ثقة الطفل في نفسه، وتكون مدخل لزيادة المهارات الخاصة بالطفل. بنقول إنه التغذية الراجعة أنا اقدر اقدمها للطفل بطرق متعدده. اكتر طريقه معروفه بالنسبه للطفل ان انا اعيد على الطفل اللي هو قاله او اللي هو عمله، واقول له اللي انت قلته او اللي انت عملته ده صحيح او لا. ودي حاجه محببه بالنسبه للطفل. صعوبات التعلم من زي ما قلنا قبل كده انها بتشغل الباحثين وبتشغل اولياء الامور وبتحظى بانتباه عدد كبير جدا منهم. في الخلط اللي بين صعوبات التعلم واللي عنده اضطراب في التعلم او مشكلة في التعلم او اللي عنده بطء في التعلم، مهم ان احنا نعرف اولياء الامور ونعمل لهم عمليات توجيه وإرشاد، نديلهم برامج إرشادية للتفرقة ما بين المصطلحات دي. بنعرفهم أيضا أسباب صعوبات التعلم، لأنه الأسباب اللي هي متعلقة بالعالم الخارجي ما هيش متعلقة بالناحية الداخلية، دي يمكن التحكم فيها ويمكن التغلب عليها. وبالتالي بنعرف أولياء الأمور بأسباب صعوبات التعلم الخارجية. أيضا لما نستخدم برامج مع الأطفال أو الأفراد ذوي صعوبات التعلم، لابد إن احنا نراعي الأساليب والاستراتيجيات المناسبة، نراعي أيضا الفنيات المناسبة لكل طفل على حدة ولكل حالة بمفردها. لأن احنا بنأكد أكتر من مرة إن صعوبة التعلم هي صعوبة نوعية، ما بتشملش جميع جوانب التعلم أو جوانب النمو بالنسبة للطفل. بأكد على صعوبات التعلم النمائية وأكد على صعوبات التعلم الأكاديمية، وبنقول إنه الأكاديمية بتكون مترتبة على صعوبات التعلم النمائية، وإن احنا بنجدها أكثر في مراحل التعليم الابتدائي. أما طفل ما قبل المدرسة اللي بيكون يعني بيتحرك في أنشطة ومهارات وخبرات متعددة، ما بيكونش وصل لدرجة من درجات التحصيل الدراسي عشان نقول إن طفل ما قبل المدرسة عنده صعوبات أكاديمية. بنهتم بالمجال وبنهتم بعلاقة صعوبات التعلم بغيرها من المشكلات الأخرى أو المتغيرات الأخرى.
نسمع انه في العديد من البرامج اللي بتقدم للاطفال ذوي صعوبات التعلم طبقا لنوع الصعوبة اللي بيعاني منها الطفل، فاحنا بنختبر هذه البرامج وبنشوف ايهم انسب مع الاطفال عشان نقدر ان احنا نجنب اطفالنا مشكلات لو احنا عملنا لها نوع من التدخل المبكر، ان بنستطيع ان احنا نقضي عليها وما نغيرش مسار حياة الطفل. لانه لو الطفل ده عنده صعوبات تعلم نمائية ادت لصعوبات تعلم اكاديمية، ممكن الاطفال دي فيما بعد ان هي ما تكملش في السلم التعليمي او تمشي فيه بصعوبة بالغة. لكن لو احنا قدرنا ان احنا نحط ايدينا على الاسباب الاساسية ليها واستخدمنا البرامج المناسبة وفقا للقواعد الخاصة باعداد البرامج دي، فاحنا بالتالي بنعمل تدخل مبكر مع هؤلاء الاطفال ونستطيع ان احنا نقلل من صعوبات التعلم. تناولنا صعوبات التعلم النمائية الأكاديمية، قبلها تناولنا الإعاقة البصرية، وقبلها تناولنا الإعاقة السمعية، وقبلهم كانت الإعاقة العقلية. هنتكلم احنا كده بنتكلم على اطفال او افراد بيعانوا من درجة اعاقة، وبالتالي هم بيحتاجوا لدرجة من الاهتمام نتيجة للقصور اللي موجود عندهم، وبتوضع عليهم البرامج الخاصة بيهم عشان يتغلبوا على جوانب قصور. لكن هل مجال التربية الخاصة بيتوقف على الإعاقات فقط؟ يعني واحنا بنتكلم عن التربية الخاصة قلنا ان هم افراد بيحتاجوا لنوع معين من البرامج التربوية اللي تقدم ليهم، وتكلمنا عن أسبابها، وسواء كانت أسباب وراثية، أسباب جينية، أسباب بيئية، وتكلمنا عن الإعاقات بالتتابع، إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، صعوبات تعلم، كلها بنتكلم كده عن جوانب قصور. لكن عندنا جانب آخر في غاية الأهمية، وهو الموهبة والابتكار. الأطفال المبتكرين، هو الابتكار إعاقة؟ لا طبعا، ده هو اللي بيقوم عليه، الأساس اللي بيقوم عليه تقدم أي مجتمع من المجتمعات. لكن احنا بننادي بانه يكون في اهتمام بالاطفال المبتكرين في المجتمع، وبالتالي محتاجين هم ايضا لبرامج متخصصة تقدم ليهم. البرامج دي تكون قايمة على احتياجاتهم، قايمة على الفروق الفردية ما بين هؤلاء الاطفال، قايمة على احترام القدرات الخاصة اللي موجودة عندهم. هل احنا عندنا اطفال مبتكرين واطفال غير مبتكرين، او في المجتمع بشكل عام اشخاص مبتكرين واشخاص غير مبتكرين؟ بنقول لا، احنا عندنا الكل على متصل واحد، كلنا
كأفراد عندنا قدرة على التفكير الابتكاري، لكن مدى القدرة هو اللي بيختلف من فرد لآخر. بمعنى انه انا ممكن تكون عندي قدرة قليلة على التفكير الابتكاري، غيري عنده مدى اكبر من القدرة على التفكير الابتكاري، غيري عنده مدى اكبر واكبر من هذه القدرة، لكن كلنا بنقول على متصل واحد، وبيختلف الفرق بيننا وبين الاخرين في المدى. احنا بالنادي بالاهتمام بالاطفال المبتكرين، لما نقول المجتمع قائم على جميع المواطنين اللي عايشين فيه، قائم على الاهتمام بيهم جميعا. الاطفال المعاقين هم محتاجين الاهتمام بيهم عشان يقدروا يكونوا قادرين على العناية بنفسهم وبأداء المهارات الحياتية الخاصة بيهم، ونصل بيهم لأقصى مدى من النمو ومن الاهتمام، عشان يستفيد منهم المجتمع، ما تكونش فئة الناس بس تكتفي بأن هي تشفق عليهم. وفي نفس الوقت احنا محتاجين نهتم ايضا بالمتميزين في المجتمع، الفئات الموهوبة والفئات المبدعة والفئات المبتكرة داخل المجتمع، وهنا بنقدم لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت نتيجة لقصور او لنواحي ايجابية، نقدم ليهم البرامج الخاصة والمناسبة ليهم عشان نصل لأقصى درجة من النمو الممكن مع هؤلاء الأفراد، ويستطيع المجتمع ان هو يعني يستفيد من هذه الطاقات الموجودة بداخله. هيكون حدثنا في اللقاء القادم بإذن الله عن الموهبة والابتكار. إلى اللقاء.